هفضل واقف في صفه لاخر الزمان في الشده، انا برضو ظهره، انا ليه درع الامان. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بنعتذر الاسبوع اللي فات ما حضرناش وما لقاء غاب اسبوع لاننا كنا في المدرج، لان كنا شايفين انا وفارس ان دورنا نكون من جماهير النادي الاهلي، وشرف كبير جدا ان احنا نكون دايما من جماهير النادي الاهلي في المدرج عشان نحضر اللقاء ولا اروع، عشان نبعت رساله لكره القدم المصريه ان السوبر في مصر هو النادي الاهلي. اهلا بك يا فارس. اهلا يا اسامه. المحنه اخرها فرحه، كان شعور مختلف، كنا وسط الجمهور، كنا حاسين فرحتكم فعلا. الحاجه اللي بتيجي بعد معاناه بتبقى مختلفه، تشكيك من كل حته، تباين قبل السوبر، قلق، ولكن النادي الاهلي كان له الكلمه العليا، وكانت فرحه مختلفه جدا حسيناها، والناس كانت متفاعله، الناس فعلا كان نفسها تفرح. يعني انا وانت يا فارس حضرنا ماتشين مع بعض في برج العرب ببطولتين، ببطولتين الدوري، مباراه الدوري مع المقاولين وفزنا 3-1، ومباراه الزمالك وفزنا 3-2، وانا حضوري في برج العرب على طول قلبي جبت 3. هو تكريم من النادي الاهلي، لان غالبا اي بطوله النادي الاهلي هو المرشح الاول ليها، النادي الاهلي هو اللي بيدي الفضل لجمهوره، وان شاء الله نفضل دايما يا اسامه بنفرح الجمهور، حبينا وكنا حريصين نسمعه ونحس هو عايز ايه وعايز يقول ايه وعايز يعبر عن فرحته ازاي. اسامه اعتقد محتاجين نسمع كل واحد كان نفسه يقول ايه في اللحظه دي. نطلع للفيديو. عايز اقول ان ربنا ما بيسيبش جهد اطلاقا لا يعوض، ربنا العادل ادى الجهد للفرقه اللي هي اشتغلت وجدت واجتهدت وكسبت في الاخر، هو ده العدل. انا بقى بشوف على مدى العمر ده كله ان النادي الاهلي بيجد ويجتهد من النوادي اللي بتعمل جهد كويس وتحضير واخلاص ومبادئ، فعلا الاهلي مبادئ. انا كفرح انا عمري ما تخيلت ان احنا نبتدي السوبر كده، انا كنت متوقع ان احنا ممكن نوصل اكسترا تايم او بيلز، انما ان احنا نوصل ان احنا نجيب 3 في اول ماتش الشوط الاول والثاني لما يبقى بدايه مدرب ان هو يكسب الزمالك اكيد هيدي له دفعه، ان انت تاخد تبتدي السيزون وانت كمان هتلعبه كمان اسبوعين، دي في حد ذاتها هيبقى عندك حافز ان انت تاخد الدوري السنه دي. المكسب اللي احنا متعودين عليه دايما، فاهم، حاجه مش جديده ان احنا بنكسب يعني، بس اهم حاجه الحاجه الايجابيه اللي في الموضوع كله الجمهور اللي كان قاعد ورا طول الماتش ما سابش حاجه خالص يعني، ورا الجمهور ورا النادي ما سابش اي حاجه خالص. احنا الحمد لله بفضل الله، انا والراجل ده لو الاهلي بيلعب في المريخ الحمد لله، احنا مجدولين بتاعنا الشغل بتاعنا على جدول النادي الاهلي في اي مكان بفضل ربنا، ده حته من قلبنا النادي الاهلي ده. ودايما عايز اقول احنا بنلعب بنعمل في الصمت، هو ده النادي الاهلي، مش بنقعد نجعجع ونتكلم يا كابتن سعد العبيص ان شاء الله انت هترد على الناس كلها وهتقول لهم ده النادي الاهلي ودي لعيبه النادي الاهلي. اقسم بالله لو مش الاصابات دي كانوا النهارده شالوا 5-6. سعيد جدا 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 وسعادتي بوجود المدرب الجديد. اتعمل ضغط اعلامي على النادي الاهلي ان الاهلي جاب مدرب مش كويس وان النادي الاهلي ثبت النهارده ان الاداره واعيه وجابت مدرب. انا في رايي اتفرجت عليه كذا تمرين، الراجل بيعمل دوبليكيت للتمرين. الحمد لله اللعيبه كانوا على قد المسؤوليه اللي كانوا فيها النهارده، الحمد لله ربنا وفقنا. حاسس ايه؟ قول احساسك. احساس طبعا ما يتوصفش بعد كل الضغوطات اللي فاتت، كل الاتهامات اللي بتيجي للمجلس الاداره عندنا، لبعض اللعيبه عندنا في فبركه التويتات او فبركه الشات اللي بيقولوها. الحمد لله اللعيبه النهارده ادوا في الملعب ورد على كل الاتهامات اللي اتقال عليهم. الحمد لله متفائل بالمدرب ده خير. من اخر تمرينه للعيبه قبل ما يروحوا للمعسكر الحمد لله كان معاهم في وسط الملعب وبيوجههم الحمد لله، يعني ان شاء الله خير باذن الله في الجاي. ان شاء الله الف الف مبروك الفوز. بقول ان مفيش ديربي حضره والاهلي ما كسبش فيه، قول لنا حاسس ايه النهارده؟ الحمد لله النهارده يعني الفرحه كانت كبيره، بخصوص ان انت عندك لسه مدرب لسه جاي جديد، طريقه اللعب لسه انت برضو ما عرفتهوش، وكان في قلق من الجمهور الاهلي من ناحيته. النهارده شفنا اللعب والنهارده لا في لعب قفشه حمد، النهارده في تحركات غير قبل كده. انا نفسي بس الجمهور يصبر، يصبر على المدرب، يصبر على اللعيبه. كل ديربي ان شاء الله يا رب يا رب، وعاده يا رب كده اهوت ما طحاش يا رب. والف مبروك للاهلي والف مبروك اهلاويه، واحلى 3 في الدنيا، احلى 3 في الدنيا.
ده برنامجكم، وفي برنامجكم مفيش أجمل من فرحتكم، والأفراح متوالية يا أسامة. أكيد فارس، ونقطة حابب أوضحها إن احنا شفنا في المدرج أحاسيس مختلفة تماما لجمهور النادي الأهلي الداعم الواثق. احنا حتى أنا وفارس قلت لاحظت وقتها إن جمهور نادي الزمالك كان عدده شكله أقل بكتير من جماهير النادي الأهلي. احنا واحدة عندين في المدرج صوت جماهير النادي الأهلي اللي مالي الجنبات الاستاد، بجد الناس دي كان عندها ثقة غير طبيعية في إن النادي الأهلي يحقق فوز برغم كمية التشكيك وفي قدرات اللاعبين وكمية الضغوط الإعلامية على المدرب الجديد ريني فايلر، لكن كان الجمهور عنده ثقة كبيرة جدا. وحابين بقى ننقل ثقة جماهير المدرج لجماهير السوشيال ميديا، لأن الناس قالت كده بالظبط، لازم نبقى عارفين كويس قوي نحن على مستوى المدير الفني نحن الأفضل، على مستوى اللاعبين نحن الأفضل، على مستوى الجماهير نحن الأفضل. طبعا أحمد، وجمهور النادي الأهلي عنده حاجة عبقرية جدا، جمهور النادي الأهلي لما بيحس إن النادي الأهلي بينزل لتحت لازم بيمد إيده وبيشده، وبذكاء شديد عارف إمتى أنا ممكن أقول وجهة نظري أو أعرض تخوفاتي، إمتى مفيش وقت، الوقت ده بتاع الدعم بس. ودايما فلسفة جمهور النادي الأهلي على مر تاريخه إنه جمهور بيقود مش مجرد رد فعل للأحداث، عشان كده الناس كانت رسائلها مختلفة، فرحتها مختلفة، وفعلا دعمهم مختلف يعني. ويا رب دايما في أفراح، ويا رب دايما في بطولات، ويا رب دايما الأهلي سوبر على كل الألعاب، لأن عندنا الطفلة المعجزة هنا جودة صاحبة أو ذات ال 12 عام اللي قدرت تتفوق على لعيبة نادي الزمالك ذات 27 عام معجزة. المصنفة الثانية إفريقيا، بصراحة أنا شفت لها لقطات كتير ومباريات كتير، حاجة غير طبيعية، ربنا يحميها يا رب. بعيدا بقى عن فنياتها كمان في اللعبة أحمد، في حاجة أنت بتحسها فيها، الكاركتر بتاع البطل، وده اللي لازم نحافظ عليه، لازم نشتغل عليه. هي شخصية بطل من وهي صغيرة، هي تفكير بطل، هي تصريحات بطل، هي شايفة ذاتها بطلة، هي شايفة نفسها مشروع، وده أهم حاجة إن احنا نحافظ على الحاجات اللي بيقدمها النادي الأهلي اللي مختلفة عن أي مكان يقدر يقدم حد. هي بطل لأنها في مصنع الأبطال، أنا وجهة نظري النادي الأهلي هو مصنع بالفعل الأبطال، أبطال على مستوى اللاعبين حتى على مستوى الجماهير، الثقافة مختلفة تماما. الحمد لله أسبوع كله انتصارات، وهنا بتعمل محوشين الفرحة. إيه؟ محوشين الفرحة. والله يعني احنا غبنا اسبوع فجينا بالافراح اللي معها، اللي على فكرة لعبة جمباز ولعبة هاند بول ولعبة سباحة. يعني وبتتحدى محمد صلاح. ومحمد صلاح لمسة جميلة منه، رده انه هو جاهز للتحدي، واعتقد صلاح ليفربول لاعب عظيم، انما قدام هنا حسابات صلاح محتاج يعدها، لانه فرصه في الفوز صعبه جدا. هو فرصه في الفوز تكاد تكون معدومه الحقيقه، وبلاش يا صلاح. ومش بالسن يا صلاح، واحنا شفنا مش بالسن واحنا شفنا. بالظبط، الحقيقه اسبوع جميل جدا، اسبوع فعلا بيؤكد فكره ان النادي الاهلي هو مصنع الابطال، ان انت قدرك ان انت تكون بطل. النادي الاهلي ممكن يتعرض لهزات في بعض المواقف، لكن دايما النادي الاهلي طريقه محفوظ ومعروف لمنصات التتويج، اي خوف مش موجود، اي انكسار مش موجود، وهنفضل دايما نعلي صوتنا بالغنى. علي صوتك بالغنى، ولسه البطولات ممكنه، وكلنا عارفين العروسه الافريقيه حلمنا هي اللي تتحقق ان شاء الله. قدرنا قلنا النادي الاهلي هو الابطال، اجواء احتفاليه واجواء فرحه. ننقل بقى لبعض الاحداث اللي حصلت خلال اسبوع، واهمها فارس تعيين الكابتن حسام البدري مدير فني لمنتخب مصر. شايف التعيين ده جه ازاي، او رايك في اختيار الكابتن حسام البدري؟ احنا اتخذنا في حتة وبعدين رحنا لاختيار مختلف خالص، بعد ما كابتن إيهاب جلال كان قرب جدا، وكان كل التصريحات ان اختلاف بس على اعضاء الجهاز الفني اللي اختارهم او المعاونين، فجأة لقينا ان تم اختيار كابتن حسام البدري. هنكلمكم بموضوعية معتادة، اختيار كابتن حسام البدري في وجهة نظري هو من بين المرشحين، لو استثنينا كابتن حسن شحاتة بتاريخه العظيم، اللي رأيي ان كابتن حسن شحاتة ما بيتحطش في مقارنة. لو هتختار كابتن حسن شحاتة إذن هو مش من ضمن الترشيحات، ولكن من ضمن الترشيحات الأخرى كابتن حسام حسن، كابتن إيهاب جلال، كان كابتن حسام البدري في رأيي هو الأفضل للمرحلة. فنيا المنتخب محتاج انضباط، شخصية حازمة، محتاج شخصية اللعيبة تثق بحد عنده سي في قوي، كان النادي الأهلي ليه الفضل الأكبر فيه طبعا بالتأكيد. كابتن حسام البدري عمل حاجة عجبتني جدا، اختيار بره الصندوق، كابتن محمد بركات كمدير للمنتخب كمل الحتة اللي ناقصة عند كابتن حسام البدري. طبعا الصرامة والشخصية الحازمة مطلوبة، ولكن في حتة لها علاقة ما يبقاش في بعد شوية عن اللاعبين، او في برضو حته المشاعر، او حته قريب من اللعيبه. كابتن محمد بركات يعني
توليفه كابتن احمد حسن مع كابتن حسام البدري بيراميدز في رايي ما كانتش هي الافضل. بركات هيخسر الحده وبعقليه مختلفه على فكره، شفته في اللقاءات بيتعامل بكلام مختلف جدا لما بيقول اهم حاجه الجديه، انا نفسي ضحكت يعني. بركات كابتن يعني مانويل جوزيه كمستر مانويل جوزيه كان مسميه روح الفريق، واعتقد اختيار بالفعل موفق. طبعا الاختيارات كلها موفقه وما عندناش مشكله معها، لكن اختيار بركات تحديدا مع شخصيه كابتن حسام البدري يعمل توازن في التعامل مع اللاعبين. بقيه الاختيارات طبعا حصل فيها شويه توازن بين اهلي وزمالك، لكن اختيار الكابتن طارق مصطفى مدرب بشكل كويس وكابتن احمد ايوب بشكل كويس، ولكن هو كان له بعض التصريحات كده ان شاء الله اكيد هيتجاوزها. بالنسبه لتصريح الكابتن حسام البدري ان هو علاقته بجماهير النادي الاهلي، اعتقد احنا مش بصدد ان احنا نتكلم على كل جماهير النادي الاهلي، اعتقد محتاج يبذل مجهود كبير جدا، وكلنا كجماهير النادي الاهلي لاننا في النهايه وطنيين ورا منتخب مصر اكيد هيتم الدعم. اما حته بقى المشاعر دي فرد دي موضوع بقى، يعني بلاش نحط الجماهير في جمله مفيده، محدش نقدر يصدر على راي الجماهير، ولكن ما نتكلمش في فكره علاقتي بالجمهور بشكل عام كذا، كل واحد عنده موقف. كابتن حسام البدلي كان له اختياراته، طبيعي بعض الاختيارات جمهور النادي الاهلي كان عنده تحفظات عليها، ولكن مسيرته مع المنتخب الفنيه بتقيم في اطار مختلف تماما بعيدا عن الاهواء، لان ده منتخب مصر. عايزين نروح لحاجه بقى مختلفه، بقى لصفحه العاب الصالات، والحقيقه عاملين مجهود جبار جدا في العاب الصالات، وعاملين طبعا يشكروا عليه جدا، وفي بحث تاريخي وتعبوا جدا، لان انا مختص بفكره التنقيب عن التاريخ وكده، لا هم تعبوا جدا، خاصه الالعاب دي مفيش لها مسابقات تقدر تطلع ارشيف منها، فهم بيلجأوا للاهرام وبيلجأوا للاخبار وبيتابعوا بشكل جدي جدا بالظبط، فبيصنعوا فعلا، هم اللي صنعوا الارشيف. وانا عايز اقول حاجه للامانه، انا مش متابع جيد للعبه كره اليد، فبالنسبه لي من الكلام بتاع كوماندوز الزمالك وتفوق الزمالك التاريخي وكره اليد احنا ملوك الصالات فيها، كان عندي اعتقاد ان الفجوه الجاب كبير او حقيقه الامر مش كده، فحابين نطرح على الناس ممكن يعرضوا لنا البطولات على الشاشه بالظبط كده. اجمالي البطولات للزمالك 61 بطوله والنادي الاهلي 52 بطوله، التسع بطولات دولت يا جماعه في موسم، في موسمين بالظبط، يقدر النادي الاهلي لو في دعم كويس جدا او اهتمام بشكل كبير اكتر في العاب في كره اليد تحديدا، التسع بطولات يقدروا يتعوضوا في موسمين بالظبط، لان انت بتشارك في الموسم في حوالي خمس بطولات وتقدر تحقق البطولات دي. على مدار بطوله كاس مصر او كاس مصر كره اليد في 31 بطوله، هم طبعا حاسبين من موسم 78 79 وحتى 2019 16 للزمالك 16 للزمالك وسبع بطولات للاهلي، وفي ترتيب الفرق الاكثر حصولا على البطولات العربيه في كره اليد ده على مستوى القاره الافريقيه تحديدا 8 القاب عربيه للاهلي، 6 القاب عربيه للترجي التونسي، 6 القاب عربيه للنجم الساحلي، واربع القاب عربيه للنادي الافريقي. طبعا الاهلي بيتزعم بطوله اليد في المسابقات العربيه. اما بقى بالنسبه الدوري 23 بطوله يا فارس و16 للزمالك، وعايزين نقول حاجه 13 للاهلي 23 بطوله 23 بطوله للاهلي و16 للزمالك. عايزين نقول حاجه برضو للامانه التاريخيه ان الزمالك بيتفوق في البطولات الافريقيه بالتاكيد، لكن انا حابب اقول ليه انا قلت في خلال موسمين، لان بالفعل نادي الزمالك تعرض ان هو كان مهدد بالهبوط في 2014 وشارك مع فريق الجهاد في دوره ثلاثيه، فتقدر في كره اليد بقليل من بكثير من الاهتمام، بلاش قليل من الاهتمام، بكثير من الاهتمام تقدر تعوض التسع بطولات دول في موسمين تحديدا. وقبل ما ننهي الفقره ادهم عزاء واجب بالظبط ادهم الكيك يا فارس، طبعا حاجه احزنتنا، والفرحه بالسوبر ما تنسيناش الحادث الماساوي، ونتمنى طفل في الجنه ملاك في الجنه ويصبر ربنا يرحمه ويصبر اهله، واحنا كلنا العائله الرياضيه واحده، وربنا يرحمه ويصبر اهله، وان شاء الله تكون اخر الاحزان. ايوه اكيد طبعا اخر الاحزان، وان كان البعض استغلها في فكره عدم استلام الميداليات، الموضوع ملوش علاقه خالص بفكره الطفل، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب، ويكون ان شاء الله يوم القيامه شفيع لاهله باذن الله. نطلع فاصل ونكمل باقي فقراتنا ان شاء الله. اهلا بيكم في فقرتنا الثانيه اون سبوت، ولان دي فقره في احداث بطوله مختلفه، فبطوله السوبر اول حاجه محتاجين نحط عليها اون سبوت. كلنا كان عندنا تخوف، اكيد كان في تباين قبل المباراه تجاه المدير الفني، ولكن مفيش حاجه افضل من ان انت تبدا ببطوله كمان يكون ليك بصمه فيها
مش بس مجرد ان انت خدت البطوله لانك انت لسه جاي ما تعرفتش على الفريق فلقيت نفسك خدت بطوله، لا انت خدت بطوله فعلا مستر فايلر كان له بصمه فيها. بالتاكيد يا فارس، وانت خدتها على المنافس التقليدي لك المحلي، اكيد فايلر تفوق بشكل كاسح على ميتشو. لعيب النادي الاهلي في الملعب قدروا ينفذوا تعليمات المدير الفني وتفوقوا على لعيب نادي الزمالك، وده هنشوف هنجيب حالات ليها. ولكن اللي حضر تمرينات النادي الاهلي قبل السوبر هيعرف ان كان كل حاجه بتتعمل في الملعب كان في تدريب عليها فارس، خاصه جمله اللي بتنقل دايما بتضرب خط وسط نادي الزمالك في المنطقه اللي خلف طارق حامد، اللي كنا قلنا ان في مشاكل فيها من حتى ماتش بطل السنغال. معانا اول لقطه وهي فكره التدرج بالكره من عند ياسر ابراهيم، هنلاقي ان في حمدي فتحي مع اوباما. طبعا حمدي فتحي عامل مباراه كبيره جدا وكان ملتزم جدا باوباما، وطبعا لما يكون الكره معانا كان اوباما بيلتزم بحمدي فتحي. ياسر ابراهيم لما بدا شيكابالا يضغط على علي معلول فلعب الكره في اتجاه رمضان صبحي يا فارس، نزل رمضان صبحي يستلم الكره وبلمسه واحده قدر يمررها لجونيور اجاييه. لاحظ هنا يا فارس ان طارق حامد هو اللي طالع منطقه نص الملعب، وفرجاني ساسي هو اللي ثابت سته، وفرجاني ساسي ظهره لمجدي قفشه اللي بكل تحركات مجدي قفشه خلال المباراه دي كانت بتثبت تفوقه تماما على فرجاني ساسي وطارق حامد. ففرجاني ساسي اول لما جونيور اجاييه هيستلم الكره بيروح طارق حامد بيجري ورا الكره، وده مشهد اتكرر كتير جدا. ترجع لعمرو سلايت تلاقي فرجاني ساسي لوحده تماما وبتنتهي الهجمه، ان بيستلم فرجاني بنلاقي قفشه لوحده تماما وبيستلم الكره من السوليه عشان ينتهي الهجمه باربعه على اربعه. ايوه هنا السوليه هيلعب الكره لقفشه الفاضي تماما بعد ما فرجاني ساسي انشغل بجونيور اجاييه اللي كان بيلعب فولس ناين بشكل عبقري جدا. وكان من التمرينات والناس اللي اتقالت اتفاجئوا بان جونيور اجاييه هو راس الحربه، التمرينات كانت بتؤكد ان اللي شاف التمرين ان جونيور اجاييه هو راس الحربه. دي الحاجات اللي بتحسب للمدرب في كره القدم بالظبط، عشان كده احنا مش بنقيم تقييم كلي ولكن بنقيم المباراه. اختيار فكره اجاييه ان هو يبدا وينتج عنها ان هو يسجل هدفين ده شيء في الدنيا كلها في التدريب بيحسب للمدرب، واستغلال اخطاء المنافس او ثغرات المنافس اللي كانت واضحه في مباريات قبل كده. وده الفارق ان كان رينيه فايلر دارس كويس ميتشو ودارس طريقه لعبه على عكس ميتشو. وميتشو ركز في التصريحات اكتر منه ركز في المباراه. عايزين نقول حاجه، كان في تخوف، انا كنت شخصيا عايز اعرف فايلر هيفكر ازاي، هيشتغل عليه ازاي. فكره النادي الاهلي عنده مشكله في زون 14 الملعب، نقدر نعرض الصوره واحنا بنتكلم. بس ناخد بس نقطه الاول حتى في ناكد على فكره 4 على 4 والزياده العاديه اللي كان بيعملها النادي الاهلي بالظبط في التحول الهجومي. في التحول الهجومي حتى لما كان الزمالك مع الكره. وعايزين نشير هنا، شوف فرجاني ساسي في الكره دي، فرجاني ساسي زي ما انت قلت قبل كده بيحتاج لزمن وبيحتاج حاجتين، محتاج الوقت عشان يقدر يطلع قرار صح بالظبط، ومحتاج مساحه. هو ده فرجاني ساسي، والمساحه اللي تخدم طريقه اختياره للباص، وده اللي كان محروم منه طول المباراه. عشان كده معدل تمريراته الخاطئه كان مرتفع جدا بالمقارنه باي مباراه. ده مين كمان اللي ضغط عليه؟ جونيور اجاييه ضغط عليه من الخلف واستلم الكره لعبها لعمرو السوليه. انطلاقات عمرو السوليه في المباراه دي من افضل المباريات اللي عملها عمرو السوليه وياسر ابراهيم وحسين الشحات. افضل الثلاثه دول افضل مباراه ليهم قدموها. احنا كنا قاعدين عارفين ان ياسر ابراهيم هيتصاب من كتر المجهود اللي هو بيعمله بعد فتره طويله. وعلى فكره محتاجين نرجع نقول ان كلامنا عن فرجاني ساسي اللي هجمنا بسببه هم اعتقد هو اللي بيتردد دلوقتي بالنص بالظبط، ان اللاعب تاثر، اللاعب مش هو اللاعب بتاع الموسم اللي فات. اعتقد كلامنا كان وفقا لشواهد احنا كنا شايفينها كويس قوي بالظبط. طبعا تحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه واضحه جدا، ان السوليه انطلق لمجدي قفشه، مجدي قفشه هنا بس رجع بالكره لحمدي فتحي. كان مجدي قفشه في الصوره اللي قبل دي مواجه على طول لقلب الدفاع، رجع لحمدي فتحي انتالت الكره. ايوه بالظبط كده كان الاثنين، لكن مجدي قفشه وقف على الكره ورجع لحمدي فتحي اللي نقلها ناحيه الشمال لعلي معلول اللي عمل 1-2 مع حسين الشحات، ضرب بيهم النجاز وشيكابالا اللي في النادرا لما كان بيرجع للمنطقه دي، وهتلاقيه كمان ما كملش مع علي معلول لان الهجمه دي خطيره جدا. دخل علي معلول استلم الكوره من مجدي قفشه، هتلاقي شيكابالا خلاص قرر ان هو يقف هنا. وطبعا النجاز كالعاده ارتداده ضعيف وبطيء جدا، فبالتالي كان ثغره كبيره جدا لعب عليها رينيه فايلر. وبالفعل لعب الكوره علي معلول لجونيور اجاييه، برده اتكرر مشهد 4 على 4 تاني، وده في وضعيه كمان تمركز لدفاع الزمالك مش سليمه. المتسبب في الوضعيه دي يا احمد طول الوقت مفيش حد بيرجع يساند بالظبط، حتى الاطراف ما كانتش واخده تعليمات واضحه. انت شفت ونجم كام مره؟ ما انا عايز اقول لك بقى، هل هي ما كانتش واخده تعليمات واضحه ولا هم كانوا بيكسلوا يعملوا التعليمات؟ لان انا هنا لما ذكرت قلت هل
فايلر تفوق على ميتشو، لكن هل كمان لعيب النادي الاهلي تفوق على لعيب نادي الزمالك؟ هل هم خدوا تعليمات لعيب الزمالك وما كانوش بيرجعوا، ولا لعيبه الزمالك بطبيعتها كأناجم وكشيكابالا ما بيعملوش المساندة الدفاعية؟ لا، هم بطبيعتهم لعيبة الأدوار الدفاعية عندهم هي مش أقوى حاجة، ولكن احنا كان عندنا ملحوظة برضو مهمة، ميتشو على الخط طول الوقت عنده تعليمات بانفعالية، ده كان بيأثر على اللعيبة. أنا كنت بشوف اللاعب بيحاول يرجع للي ميتشو بيقوله، ولكن تضارب التعليمات مع لاعب تاني كان بيرجع فريق الزمالك يرجع للوضع اللي هو واخده جوه الملعب، ومفيش التزام تكتيكي. الالتزام التكتيكي ده حاجه زي ما احنا اتكلمنا، فايلر محفظ ده هيتحرك ازاي، مين بيساند مين، معدل قطع رمضان صبحي للكرات، كل دي واجبات. فكره ان شيكابالا بيتحرك بحريه او نجم ما بينزلش يساند او ساسي ما بيضغطش، اكيد اللاعب مش هيقدر طول الوقت يتصرف بشكل غير اللي المدرب بيقوله، وهيكون المدرب حتى الشوط الثاني ما بيحاولش يتدخل، لان التدخلات هنرجع ونقول ان كان لها اسباب تانية ملهاش علاقه بتفوق ميتشو بقدر ما الظروف هي اللي ادت اليها. فايلر ليني فايلر اكبر نادي الزمالك ان هو يلعب الكرات الطوليه لما تم الضغط على ساسي وطارق حامد، فبقى يلجا للكرات الطوليه محمود علاء ويلعبها على شيكابالا او يلعبها ناحيه ونجم؟ اكيد اكبرهم لسبب، لان المتابع لميتشو هو فلسفته ما بيعتمدش على لونج بول. ميتشو بيبدا الهجمه وبيحضر، مش بالشكل اللي هو حتى لو انا هيتضغط عليا او هسبب خطوره افضل احضر، لا، بس الاساس بتاعه البيلد اب بتاعه على الارض. ففكره ان الزمالك بدا يدور الكوره ده نتيجه ان انت خلاص بالبلدي كده خنقت الخصم. هو مش هيعرف يتدرج بالهجمه، محدش بينزل يستلم. كام مره ساسي نزل استلم؟ هو الاساس اللي انت صنع لك الفارق تحركات مجدي قفشه في نزوله ان هو بيستلم، رمضان بينزل يستلم، اكتر لاعب استلم الكره في المباراه كان مجدي قفشه، ودي حاجه اول مباراه قمه ليه، حاجه تفرق. فشخصيه اللاعب شيكابالا ما بينزلش يستلم، فرجاني ساسي ما بينزلش يستلم، فكل ده انت بدات تفكر ان الطريقه الوحيده لتحضير الهجمه ليك انك تلعب كرات طوليه. تفوق حتى اللاعبين في النادي الاهلي من حيث النوعيه، يعني لو عملنا مقارنه بين طارق حامد وحمدي فتحي، يعني لا، حمدي فتحي له دور كبير جدا ومؤثر جدا في ان انت تسيطر على نص الملعب. طبعا حمدي وانت فتحي اكيد معاك ارقام لحمدي فتحي. حمدي فتحي انا محتاج نتكلم عليه اولا، فكره ليه فايلر قدم حاجه مختلفه في نقطه هي من اخطر النقاط اللي كنا بنتكلم فيها يا احمد، خطوره بن شرقي وخطورة أونجم وخطورة أوباما. حتى شيكابالا لما بيعمل الكاتنج انسايد وبيدخل للعمق، كل اللعيبة دي بتقدر تتحرك وتدخل للعمق. نعرض الخريطة اللي فيها أماكن استخلاص الكرة. الملعب يا أحمد بيقسم ل 18 بوكس. أخطر نقطة كانت عند النادي الأهلي فيها ضعف هي زون 14 اللي أنت أكتر نقطة استخلصت فيها الكرة اللي موجود 14 مرة. حمدي فتحي كان ليه دور عظيم جدا، وده فرق الشوط الثاني للاسف نتيجه التغيير اللي حصلت مجبرين عليها. حمدي فتحي كان بيلعب ليبرو متقدم لثنائي قلب الدفاع. حمدي فتحي اللي البعض نال منه وللاسف اهلاويه في فكره ان اللاعب اداؤه في المباراه كاننا بناخد بالشبه اللاعب ارتكب ضربه جزاء فيبقى اداؤه مش موفق. حمدي فتحي كان من اهم عناصر المباراه، اعلى لاعب في النادي الاهلي استخلاصا للكره 17 مره، 32 تمريره صحيحه من اصل 36 تمريره ارضيه، 3 كرات طوليه صحيحه من اصل 4، اعلى نسبه في التمرير عنده كانت التمريرات الاماميه حتى بعد ما لعب مدافع، رغم ان هو بيحتاج في اوقات كتير يكون التمريرات الجانبيه اكتر. كل دي ارقام بتعكس قيمه اللاعب الفنيه، ان لاعب يقدر يسيطر لك على اكبر نقطه دفع ضعف ليك في الملعب، ده مش حاجه عشوائيه. في مدرب في المنطقه دي انت شفت كم مره حمدي فتحي في الحته دي في المباريات القديمه؟ كم مره شفت حمدي فتحي متوظف التوظيف ده؟ ولا مره. فاحنا بنتكلم ان المدرب كان هو اللي عنده تعليمات ازاي اتعامل مع النقطة دي، ازاي اتعامل مع فكرة زوم 14 والمشكلة اللي فيها. طبعا عايزين نتكلم في حاجات ظواهر تانية. مجدي قفشة بيعمل دور عظيم في فكرة انجانشي، اللاعب الخطاف زي ما بيتقال عليه في امريكا الجنوبية، اللي هو بيربط بين الخطوط. انا واقف تاني يا احمد عند رقم استلام اللاعب للكره كاعلى لاعب في المباراه. يا جماعه ده لاعب اول مباراه قمه، اول مباراه قمه، ان هو يبقى اكتر لاعب لعيبه الاهلي بتدور عليه، دي حاجه لها مدلولها. انه يبقى 91% تمريرات صحيحه حاجه لها مدلولها، 36% كاعلى رقم من نوعيه تمريرات واماميه لها مدلولها، 4 محاولات على المرمى. طبعا حسين الشحات كنت انت عايز تتكلم عنه في ظاهره برضو مهمه جدا، بس انا عايز بس قبل ما اتكلم عن حسين الشحات عشان اؤكد على فكره التفوق الميداني للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ان كل الكرات او معظم الكرات او السكند بول الكرات الثانيه كانت من نصيب برضو النادي الاهلي.
حتى فكره يعني لو عرضنا كانت اخطر الهجمات هي من السكند بول. لو عرضنا صور معانا برضو لبعض الهجمات هنلاقي ان الكوره طبعا حسين الشحات وتعليمات رمضان صبحي ان هم يقطعوا لداخل الملعب. دخل اشترك حسين الشحات مع جونيور اجاييه، استلمنا الكره دي جونيور اجاييه اداها لمجدي قفشه اللي كل الناس بتدور فعلا عليه. مجدي قفشه كان بينقل اللعب بشكل كبير جدا، حسين الشحات وتحركاته اللي خدت محمد ابو شافي لداخل الملعب ففضت المساحه لاحمد فتحي وبقى عنده المساحه والوقت. مش بس كده، قفشه انطلق داخل عشان يقابل الايرلي كروس بتاع احمد فتحي عشان يكون في اربع لاعبين على اربع لاعبين داخل منطقه الجزاء. ده ما كناش بنشوفه مع النادي الاهلي في فتره لاثارتي، كان بتلاقي دايما في قله في منطقه الجزاء، لا هنا اربع لاعبين. هتلاقي دايما ده شكل متكرر وده حصل في التمرينات بالظبط. دي كانت احد الكرات الثابته. فرصه ثانيه لحسين الشحات، الفرصه دي فارس في 15 ثانيه، اول ما خدت السكند بول كان في 15 ثانيه مهدد مرمى الزمالك بهدف. حمدي فتحي قطع الكرة بالهيد راحت لحسين الشحات في مساحة فاضية جدا، وبرضه استغلال لعدم ارتداد أناجم اللي مش عارف المدير الفني ازاي كان غايب عنه ان يدي تعليمات لعودته. حاول يعمل حاجة، هو نتيجة برضه عدم الالتزام بالتعليمات هو سحب شيكابالا بس كان وبين الشوطين كان التغيير التاني مين؟ برضه أناجم بالزبط. فالفكرة ان هو ما قدرش ينفذ الافكار اللي كانت عنده، وهو المباراه كره القدم خيال. انا عندي افكار، مدى نجاحي في قدرتي على تطبيق الافكار دي؟ سهل جدا ان انا يبقى عندي افكار على ورق او تصريحات بس في الملعب ما اقدرش اطبق. واحنا مش من هواه اصدار الاحكام المطلقه، اكيد احنا بنقيم المباراه دي يا جماعه. في سلبيات في ايجابيات، ولكن مستر فايلر نجح في التعامل مع المباراه. حتى ترجم حسين الشحات للي انت بتقوله، لان خمس محاولات على المرمى فكره سبع مراوغات منهم سته ناجحه، لا حسين الشحات تحرر من الضغوط في وقت مهم طبعًا. جدا وبين كويس قوي ان الفلوس اللي اتدفعت فيه اعتقد كانت في محل الغالي ثمنه فيه. بالفعل حسين الشحات كان في افضل حالاته وافضل مباراه لعبها حسين الشحات، ويمكن ده انتقل بيه لحتى مباراه سموحه لما نزل اخر 10 دقائق عمل محاولات كتير على المرمى، بقى عنده الثقه ان هو ياخد الكره ويروح على المرمى. وعايز اقول في لقطه الهدف الثاني حسين الشحات توقع خطا محمد عبد الشافي، لو لاحظته أجاييه ضغط على محمد عبد الشافي ولكن حسين شحات عمل شورت سبرنت يا فارس عشان يدخل على حدود الست أرض، وبالفعل هو كان له تصريح ان هو بالفعل توقع خطا محمد عبد الشافي. احنا عايزين نقول حاجه بمناسبه اشراك مستر ميتشو لمحمد عبد الشافي، احنا بنشكرك على تعاونك معانا بصراحه، يعني فرق كتير جدا جدا عدم البدء بعبد الله جمعه والبدء بعبد الشافي اللي كان ادى كمان فتح اريحيه وادى لاعبتنا في الملعب في الجبهه دي ان يبقى فيها ثغره واضحه جدا. بالتاكيد يا فارس، ولسه معايا حاله اخيره عن فكره لما الزمالك بقى بيكون معاه هو الكره ويبدا يتدرج بالكره وموقف لاعبي النادي الاهلي نستعرضها، اللي هي التحول اللي من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. هنا طارق حامد طبعا بينزل وسط قلبين الدفاع يستلم الكره، شوف ساسي هتلاقي معاه رقاب على طول. اوباما مع حمدي فتحي في الكره دي، اوباما حاول يسرق حمدي فتحي واتجه لمنطقه 18 فساب فراغ كبير جدا خلف نص ملعب النادي الاهلي. الفراغ ده سمح ان شيكابالا وبن شرقي ينزلوا يستلموا الكره، لكن حمدي فتحي اتصرف في الكره دي بمنتهى الذكاء ان هو قفل مسارات التمرير على شيكابالا، فشيكابالا ما بقاش عنده غير حل واحد فقط لا غير. ده دور مختلف جدا ما بيظهرش في ارقام بالظبط، البلوكينج لمسار التمرير ده بيفرق جدا وبيقلل اختيارات الخصم في ان هو يصنع تمريره ليها خطوره فبيلعب تمريره سلبيه. وده اللي حصل ورجع فعلا شيكابالا الكره. لا انا عايز اقول هنا في حاجه، علي معلول كان المفروض هو ينزل يسقط مع شيكابالا، لكن علي معلول وقف مكانه لان علي معلول اكثر درايه بتحركات النجاز، ففضل واقع علي معلول واقف ونزل رمضان صبحي برضه يقفل زاويه تمرير شيكابالا للنجاز، فاضطر شيكابالا يلعب الكره الفرجاني ساسي اللي ما لقاش قدامه غير انه يلعب الكره الطوليه. الكره الطوليه موجود اوباما وبن شرقي مع ياسر ابراهيم ومحمود فلي، اعتقد الاطوال بتفرق، وبالفعل ياسر ابراهيم قدر ياخد الكره وبرضه مجدي قفشه السكند بول. وطالما جبنا سيره مجدي قفشه يبقى تاكد انها تنتهي بهجمه خطيره، بالفعل لعب الكره للسوليه وتحول السوليه للامام، انطلق هو بقى في مركز راس الحربه ونزل اجاييه لان هو اللي اتسنى عليه الكره. حسين الشحات عمل المراوغه الناجحه اللي انت بتقول عليها، فبقى السوليه قدامه خيارين ولسه حمدي النجاز فاكر يرجع في وجود اثنين لعيبه مجدي قفشه ورمضان صبحي، ايهما كان افضل للسوليه؟ لعبها لمجدي قفشه ومجدي قفشه صوب تصويبه خطيره على المرمى. ده اكتساح فارس على ارض الملعب حتى في الكواليتي بتاعت لعيبه النادي الاهلي، ودي الرساله اللي بنوصلها لجمهور النادي الاهلي، عندك لعيبه اعلى فنيا، ثق في لعيبتك وثق في المدير الفني، وان شاء الله
الفوز ده نستغله كمان في الدوري بفوز اخر عشان يبدا الجيل ده يدينا 11 سنه كمان انتصارات متتاليه ان شاء الله يا فارس. ان شاء الله يا احمد باذن الله. عايزين برضو نلقي الضوء سريعا على مباراه سموحه. الناس بتتكلم ان هو فوز غير مرضي. هي يا جماعه المدلول مش ان احنا كسبنا 1-0. عايزين نعرض بعض الارقام. انت كان لك استحواذ 60%، عايز ياخد ظاهره مهمه جدا، 500 تمرير عملها النادي الاهلي مقابل 320 لسموحه، 402 تمريرة صحيحة للنادي الأهلي نسبتها 80% مقابل 68% تمريرات صحيحة لنادي سموحة، 216 تمريرة. رقم 402 تمريرة صحيحة من 500 رقم التمريرات كبير. ده ليه علاقة بفلسفة المدرب، ليه علاقة بفكرة ان انت بتعتمد على التحضير وبناء الهجمة على الأرض. انت ما بتعتمدش على الكرات الطوليه، كل ما بتعتمد على الكرات الطوليه كل ما بتقلل عدد بناء الهجمات على الارض، لان معروف الهجمه على الارض بتستغرق عدد تمريرات اكبر. كمان عايزين نقول ان النادي الاهلي كان له محاولات على المرمى 11 محاوله مقابل 6 لسموحه. طبعا المباراه كان فيها حاجات مستر فايلر عايز يجربها. جيرالدو بدا، اجايي ما بداش، وده اللي بيعمله بشكل واضح مستر فايلر. هو عنده مجموعة من الأفكار لأن ما عملش بري سيزون، فلازم يطبق الأفكار دي خلال الدوري. بس أنا عندي حاجة للأمانة لازم أقولها، مستر فايلر في تجربته مع أندرلخت استهلك عدد كبير، 42 لاعب. أتمنى الروتيشن يتعمل ويستفيد منه دون الإخلال بمستوى الفريق. ودي المعادلة الصعبة جدا يا أسامة. في رأيي أن نجاح فايلر كله ومدى نجاحه مرتبط بجودة عمل فكرة الروتيشن. هو حتى له تصريح بعد المباراة وقال ان انا بعمل روتيشن عشان اكتشف اللعيبة في الاماكن، فهو لسه بيكتشف اللاعبين، وهو اكد ده في تصريح. اعتقد بعض اللاعبين زي جيرالدو المفروض ينتبه ويستغل الفرصة. لعب 90 دقيقة، كان اكثر لاعب فقد كرة 6 مرات، وكان دوره في الشوط الاول يعني سلبي بشكل كبير جدا، على عكس الشوط الثاني بدا يتالق الى حد ما. الايجابيه في مباراه سموحه هو الدور اللي قام بيه رمضان صبحي، سواء دور الدفاعي اكثر لاعب من الخط الامامي استخلاصا للكره، وكمان محاولاته على المرمى، وتحديدا اللي هي الهيد اللي دخل لعيبه الكره بالهيد. كنا بنفتقد رمضان صبحي ايجابيته على المرمى، والانفراد اللي حصل من رمضان صبحي كان لازم لما يكون في انفراد لرمضان صبحي ينتهي بفينش عالمي. دي كانت فقرتنا اون سبوت. هنطلع فاصل ونرجع على فقره ريمونتادا. اهلا بحضراتكم من جديد. الفقره المحببه لينا ريمونتادا، والريمونتادا اللي هي سواء بقى في الملعب او في الاعلام عملنا ريمونتادا على كل الاصعده. كان بعض الناس بتبعت لي رسائل كتير، فلان بيقول كذا، فلان بيقول كذا عن ماتش الاهلي والزمالك وماتش السوبر. كنت بقول نستنى لغايه لما نشوف الرد في الملعب، هيكون اقوى بكتير من اي رد. وعشان كده احنا عملنا ريمونتادا زي فكره الافلام المصريه، اللي في النهايه البطل هو اللي بيحقق اللقب وهو اللي بينتصر في النهايه. فكره ريمونتادا هنتكلم فيها فيما قبل مباراه السوبر كانوا بيقولوا ايه، وبعد مباراه السوبر كانوا بيقولوا ايه. نطلع نسمع احد الصحفيين المنتمين لإعلام نادي الزمالك، نشوف كان بيحلم قبل مباراة السوبر بإيه. مدرب من أحسن المدربين في أفريقيا مستر ماتشو، مبروك للعيبة اللي اجتهدت، اللي هو اللي اختارها برضو مجلس الإدارة، وكان اختيار في محله، لعيبة دوليين، لعيبة كبار في منتخباتهم سواء منتخبات مصر أو تونس أو المغرب. أنا بشكر المستشار مرتضى منصور إن هو قدم فريق مرعب بمعنى الكلمة. الأول مرة جمهور نادي الزمالك في المدرجات وخلف الشاشات لا يشعر إطلاقا بالقلق على فريقه، دايما منتظر الهدف هيجي إمتى وعارف أنه هيجي إمتى، وده اللي حصل في مباراته مع بيراميدز. وكمان إدى رسالة للناس اللي بيقول لهم اللي ما عرفتوش تكسبوها إن إحنا نجيب لكم، نيجي نكسبه لكم بالثلاثة. يعني كان لازم تقول بالثلاثه، قلبه كان حاسس. والله اللي ما عرفتوش تكسبوها نيجي نكسبها لكم بالثلاثه. ما عنديش مشكله خالص ان انت تشوف فريقك فريق مرعب، كل الانديه كل جماهير الانديه بتشوف ان فرقتها افضل فرقه، لكن فكره ان انت تقول اللي ما عرفتوش تكسبوها نكسبها لكم بالثلاثه، طب ما احنا كسبناك بالثلاثه، هتعمل معنا ايه؟ الدوري في نهايه الدوري كسبناك بعرف معلول، ودلوقتي في بطوله السوبر كسبناك بالثلاثه. انا هستعير كلمه الكابتن سيد عبد الحفيظ، لما تحب تحلم ما تحلمش حلم ما تعرفش تحققه. فارس، والله اكتر ناس بتحب تجيب اهداف في نفسها بصراحه يعني، والاكبر من كده كمان فكره ان الاهلي خايف، موضوع غريب وما سمعناهوش قبل كده. نشوف اتقال ازاي شيكابالا اللي الاهلي كان خايف منه. نطلع للفيديو وعندنا تعقيب مهم.
دي مثلا عنيت شيكابالا مثلا، يعني هو بيعاقبوا شيكابالا على يعني عنيه مثلا. ما انا زي ما قلت لك هم مش عايزين شيكابالا، هم خايفين من شيكابالا يوم 20 اللي جاي في ماتش السوبر. كيف رايت هذه الحمله الممنهجه ضد شيكابالا خلال ال 24 ساعه الاخيره؟ الخوف. انا وجهه نظري ان دي حمله الخوف، الخوف من مستوى الزمالك وأداؤه اللي قال عليه الأستاذ عبد الشافي. الخوف، فكرة الخوف. أنا بجد يعني كنت عايز أتفرج على شيكابالا بس في المباراة عشان أشوف فكرة الخوف. طيب بغض النظر عن إيه اللي حصل في المباراة وإحنا هنستعرضه، منين الجرأة بتاعة فكرة الخوف دي؟ واللاعب دي كانت الهزيمة الحداشر ليه قدام النادي الأهلي، يعني جت منين؟ أنا بحقق السوبر الحداشر وانت بتخسر قدامي للمرة الحداشر، رقم فردي لشيكابالا لوحده. طب على مستوى المباراة عايزين بقى نطلع نعرض كده الصورة ونشوف شيكابالا اللي كنا خايفين منه. دقة تمرير شيكابالا في المباراة 43.75، كأسوأ لاعب دقة تمرير في المباراة. محاولتين بس على المرمى منهم محاولة صحيحة. المحاولة الصحيحة اللي كان فيها إصابة محمود. بالظبط، ثلاث مراوغات منهم واحدة بس صحيحة. أكتر تاني لاعب فقد الكرة مع ست مرات، مع العلم إنه شارك 64 دقيقة بس، ده ليه مدلول؟ إنه لو كمل المباراة كان أكيد هيبقى أكتر لاعب. عايزين نتكلم انه استلم الكرة 18 مرة عشان تتخيل ثقة زمايله فيه، بالمقارنة لاعب زي قفشة استلم الكرة 47 مرة. الخوف مبرره ايه؟ لا انا عايز افهم بجد والله، احنا هنخاف ازاي؟ اولا النادي الاهلي عمره ما خاف من لاعب، عندنا تحفظ على اللي شيكابالا عمله، واحنا اقرنا اللي الناس بتقول ما كناش هنتكلم في الموضوع، لا اي لاعب هيعمل نفس التصرف يستحق العقوبة واحنا بنرفض ده تماما. ولكن الخوف فنيا من لاعب؟ طيب انت سألت عن النادي الاهلي؟ اعتقد ما سألتش، اعتقد انا واثق ان انت ما تعرفش النادي الاهلي، او دي لحظة انت كنت فرحان فيها جوه الاستوديو وما خدتش بالك انت بتقول ايه. اتمنى ما تورطوش نفسكم مع النادي الاهلي او بيغازل جماهير نادي الزمالك. والحقيقة دايما في احد الصحفيين له مغازلات كده، زي مثلا الاهلي في المنطقة الدافئة، الاهلي مش هيهبط، والحقيقه مش عارف بيجيب الجرأه تاني منين بعد ما النادي الاهلي يتصدر وبيتكلم تاني. فاتكلم برضو ان النادي الاهلي بعد ما خد الدوري ان هو زي الحضاره الفينيقيه. طب حضرتك تعرف حاجه عن الحضاره الفينيقيه؟ تعرف انها كانت من فتره 1500 قبل الميلاد واستمد قوتها لمده 1000 سنه على ما بدات القوه يعني تقل شويه شويه، واخدت 500 سنه عشان تقل. لو انت بتشبهنا بالحضاره الفينيقيه فبقول لك ان شاء الله 1500 سنه النادي الاهلي في تطور دائم ان شاء الله. ده كان احداث ما قبل السوبر، وده كان الحلم اللي انت مش هتقدر تحققه. طب بعد السوبر وبعد الواقعيه وبعد الفوز المستحق للنادي الاهلي، تعالوا نشوفوا قالوا ايه بعد مباراه السوبر، خاصه فيديو الروح الرياضيه ولقطه شيكابالا. ده اللي هيودينا كمان ليه محمود متولي ما تعور، شيكابالا راح يرقص ويعدي ويجيب جون. لعيبه النادي الاهلي اعترضت على مدار مواسم طويله جدا، النادي الاهلي ما بيخرجش الكوره في وقت اصابه اي لاعب الا لما يكون المباراه في بدايتها او الاهلي كسبان 4-0، لكن عندما يكون النادي الاهلي خسران او 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 متعادل والوقت بيعدي ما بيطلعش الكوره. وزي ما انتوا فاكرين ايام حسام حسن، اما نادي الزمالك كان أدهم عاشور متعور وجوزيه قال لهم العبوا العبوا ونزلوا ولعبوا وتم إحراز هدف التعادل في هذا اللقاء بعدم وجود روح رياضية في ظل وجود أحمد فتحي اللي كان راح يعترض على شيكابالا وزعلان قوي. هم نفس اللعيبة. يعني يا كابتن خالد حضرتك ما عندكش مشكلة في أن في خطأ أو سوء أخلاق بيحصل في الملعب، أنت مشكلتك طالما أنت عملته فما تجيش تلومني أن أنا عملته وأنت اللي ابتديت. وقمت راجع للقطة 2011 واتكلمت عن فكره مانو جوزيه والكره كانت خارج الملعب ومختلفه تماما عن لاعب اتصاب قدامك. ده كان هنا الحكم لو كان شايف ان في ما يحتاج ان انا اوقف اللعب كان الحكم وقف اللعب، لكن الكره كانت طلعت بره والحكم هو اللي اشار باستكمال اللعب. حتى لو كان كابتن مانو جوزيه اشار باستكمال، لا في حكم للمباراه كان يقدر يتحكم في الكره دي لان الكره كانت خارج الملعب. فما تشبهش دي ابدا بمحمود متولي اللي كانت الكره في استحواذه بالفعل ووقع لاصابته فخدها شيكابالا وكمل عليها. ولو فكره اللي بدا الاول هو اللي عليه الحق، فتعالى نفكرك بلقطه بين محمد عبد الشافي وبركات في مباراه خلت الزمالك يتعادل معانا 3-3. ادي اللقطه
ادي محمد عبد الشافي الكره بمنتهى القوه وشايف اللاعب وهو بيقع وبركات وقع داخل الملعب. الكره كملت عادي. ايه ده ايه ده؟ هدف للزمالك. يا كابتن خالد، تصدق احنا اللي بنبدا فعلا؟ واضحه تاني؟ في اوضح من كده؟ اللاعب شايفها بوضوح. ده هو ما كانش محمد عبد الشافي تقريبا، كان محمد ابراهيم. ده الكرة جت في وش الكرة جت في وش محمد بركات قدامه قدامه. ادي احمد غانم سلطان يعني خارج، مفيش اي مجال ان اللاعب بيحاول يتحايل بالظبط. ابراهيم صلاح يعني. اللاعب ابراهيم صلاح، وادي الكرة. اعتقد مفيش اوضح من كده. دي كمان ملهاش علاقه بفكره بقى الاوت بتاع دومينيكا فارس، وضعيه مختلفه خالص تماما. وكابتن خالد، بالمناسبه كابتن خالد، احنا ما عقبناش على غرامات لجنه الانضباط لاننا شايفين انها مستحقه، لان احنا هنا قلنا ولسه فارس قال الكلام ده، قال من يخطئ يعاقب، واحنا بنقبل من يخطئ. ما حاولناش نبرر لحد على فكره، يعني هي ايه الفكره ان انتوا مش هتردوا او مش هتتكلموا؟ برضو استاذ عبد الشافي صادق ذكر البرنامج وقال فكره ان احنا هاجمنا. على فكره احنا مش هنغير موقفنا، احنا قلنا السلوك الغلط عليه عقاب لاي لاعب في الفريقين. احنا ما دافعناش عن حد في الموضوع عشان تلومنا فيه. وبعدين كابتن خالد عنده بقى حته تانية، هو بيحب دايما يكون مثير للجدل، لو فقال لو، وهو من اكتر الناس بتحب لو. بس انا عايز اقول حاجه، لو من عمل الشيطان. كابتن خالد قال لو كان في وقت كمان في المباراه كان الزمالك هيتعادل. احنا حللنا المباراه بتاعه السوبر اكتر من ربع ساعه. هل يا احمد تناولنا باي شكل فكره لو ما كانتش الاصابات حصلت كنا كسبنا هيفي سكور او ممكن كنا؟ لا، لان في النهايه انت بتحلل. اتفضل. لان احنا لو قلنا لو بالفعل ما كانش في اصابات، انا عايز افكر بس المباراه دي، انا كنت رايح بطموحات 20 سبتمبر، وتاريخ 20 سبتمبر بالفعل لو كان في سياق المباراه واحنا متقدمين 3-0 ومفيش اصابات، ولو مشينا بفكره لو، كنا هنعيد تاني خماسيات الزمالك في شهر سبتمبر. 20 سبتمبر الزمالك 1987 5-1 من اشانتي كوتوكو، 20 سبتمبر 2005 5-0 من حرس الحدود، 24 سبتمبر 2016 5-2 وداد، 27 سبتمبر 2015 من نجم الساحلي 5-1. احنا كنا بنلعب في 20 سبتمبر، ولو هنقول لو، فلولا الاصابات كنا زودنا خماسيه الاهلي. اعتقد الخماسيات دي في خماسيات كتير جدا، وكان التاريخ الكروي توقف عند فكره 5 سان داونز اللي هي مباراه نادرا ما تحدث في تاريخ النادي الاهلي. عايزين نتكلم في حاجه مختلفه في فكره لو كمان، مش مجرد تناول فكره لو حصل ايه. حد ذاته عودة نادي الزمالك هل هي كانت ممكنة بالشكل ده؟ عايزين نقول ان اخر ريمونتادا اتعملت من الزمالك على النادي الاهلي كانت سنة 1988، يعني من 31 سنة. اعتقد لو محتاجة كتير قوي نفكر فيها. كمان لا، ظروف مختلفة، كنا بنلعب تمام من غير الدوليين، 8 لاعبين دوليين مش بنلعب بيهم عشان بطولة عربية، وكان بنطلب بس نأجل المعسكر 48 ساعة. لا، اتمنع تأجيل المعسكر ولعبنا بدون لاعبين دوليين. ومش كده وبس، كنا متقدمين 1-0 فعلا، تعادل الزمالك، وفي بداية الشوط الثاني علاء عبد الصادق في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني بيتم طرده، والهدف الثاني اللي سجله نبيل محمود من فاول غير صحيح لصالح كابتن حمد عبد اللطيف. وسألوا كابتن حمد عبد اللطيف هيقول لكم ان هو واقف على الكورة، وقع فالحكم اداله فاول. يعني حتى لو دي نفسها كانت شبه مستحيلة. انت مش الأهلي في 2015 عملنا ريمونتادا في السوبر وكسبنا 3-2. لو محتاج تعرف بتقول لو بخصوص فريق مين؟ لو الاهلي يبقى ممكن، لو الزمالك اعتقد صعب. اعتقد صعب. اخر حاجه اتكلموا فيها بعد السوبر، وطبعا الرساله للمعلق الاستاذ احمد الطيب. الحقيقه انا واحد من الناس اللي مقتنع ان هو عنده امكانيات في التعليق كويسه جدا. خد مسار مختلف تماما وفقد فيه الموضوعيه. الحقيقه اي حد شاف مباراة السوبر عارف ان النادي الاهلي تفوق على ارض الميدان بكل جدارة واستحقاق. وللأمانة احمد، داخل قناة نادي الزمالك كان في تحليلات موضوعية كتير جدا بتتكلم عن تفوق النادي الاهلي، احنا هنا بنتناول ظواهر مختلفة في بعض التصريحات. وللأمانة والله يا فارس، كان في سوء توفيق للنادي الاهلي في المباراة دي واحنا بنكسب، وتوفيق عالي جدا مع الزمالك وهو بيخسر. حتى الكرات اللي سجل منها الزمالك كانت من ركلات جزاء، لكن الكابتن احمد الطيب اتكلم عن التحكيم، وكتير اتكلموا عن فكره التحكيم كره رمضان صبحي مع شيكابالا. طب لو احنا هنتكلم هنجيب احداث من نفس المباراه، برغم ان في اصوات زملكاويه طلعت قالت ان الحكم ده كان بيسمح ببعض الالتحامات. فتعال نشوف التحامات شيكابالا مع رمضان صبحي تحديدا في الدقيقه 14 من الشوط الاول، وازاي اتصرف مع الحكم. نفس الاثنين لعيبه، هو نفس شيكابالا
هو نفس رمضان صبحي، لكن الدفع من شيكابالا ما حدش ياخد باله منها، لكن الدفع من رمضان لو كان في دفع تبقى فاول وهدف شرعي وغيرت نتيجه اللقاء اللي الاهلي مكتسحه تماما. طب نقدر نقول طب دي في الشوط الاول، طب تعالوا نشوف لقطه في بدايه الشوط الثاني قبل الهدف او قبل التحام شيكابالا مع رمضان صبحي بدقيقتين فقط لغير تحت مرأة ومسمع من شيكابالا عشان اللعيب الخبره ازاي يقدر يكون فكره عن طبيعه الحكم. تعالوا نشوف احتكاك طارق حامد مع مجدي قفشه قبل الهدف بدقيقتين. الاعتراض كان واضح، الاحتكاك واضح، عملها مع قفشه، قفشه عملها معاه والحكم واقف. واحده في الشوط الاول واحده في الشوط الثاني، وبعدين قدام عين شيكابالا بدقيقتين. فكان الطبيعي ايه؟ لما يدخل رمضان على شيكابالا كان يبقى عارف ان الحكم مش بيحسب اي التحام، فكان يشد حلو في الالتحام شويه مع رمضان صبحي في الهدف الثالث. طب ناخد المفاجاه بقى يا كابتن احمد. المفاجاه انا مش هجيب لك بقى التحامات ولا كلام من ده. ركله الجزاء الثانيه اللي سجل منها الزمالك الهدف الثاني اللي قدر يوصل لمرمى عبد الشافي لثاني مره بعد ركله الجزاء الاولى كانت من خطا واضح وصريح على اوباما تجاه احمد فتحي. احمد فتحي استلم الكره، اوباما راح على احمد فتحي، احتكاك واضح وزق وما لمس الكره الا بعد ما كان احمد فتحي واقع على الارض. تعالوا نشوفوا لقطه الهدف الثاني او اللي جا منها ركله الجزاء الثانيه. اعتقد واضحه جدا، واول لمسه لاوباما بعد ما احمد فتحي وقع على الارض، يعني اوباما احتكاكه مع احمد فتحي وسند بايديه على ظهره وما ادراك ما قوه احمد فتحي، يعني اكيد فاول واضح وصريح، لكن وقع احمد فتحي اول لمسه. الحكم ادى استئناف للعبه ومحدش اتكلم فيها عشان كده، واتحسب منها ركله جزاء. فانا عايز افهم يعني انت مش بتشوف غير الخطا اللي عندي بس؟ لا ده احنا لسه عندنا مفاجاه كمان. هو موضوع التحكيم ده اصلا مطول طبعا وقديم. نرجع بقى لضرب الجزاء حسين الشحات، نطلع نشوفها. الشدة موجودة يا احمد؟ الشدة موجودة. لا لا لا، ما بقول لك الاخطاء التحكيمية، بقول لك النادي الاهلي وهو بيكسب قمة سوء التوفيق. بص يا احمد، انا مقتنع ان احنا عندنا فلسفة غريبة شوية. احنا النادي الاهلي ما بيوثقش لنفسه الاخطاء التحكيمية، يعني احنا هنلاقي الهدف بتاع كابتن حسن شحاتة مظلومية تاريخية. النادي الاهلي ما بيعملش كده، هو سلاح ذو حدين. البعض استغل ده في فكرة الترويج ان هو طول الوقت مظلوم، داعي المظلومية، وهو ليه حاجة ايجابية برضو ان احنا ما بنقفش عند ده. فاحنا تناولنا الفكرة في فلسفة تانية، احنا بنعرض ده عشان نقول ان لا احنا لنا حق، بس طول الوقت مش هنقف عند فكرة ان احنا مظلومين، لان النادي الاهلي رغم اي ظلم او اي ضغوط يقدر برضو يكون بطل. يعني بدليل الجولة الاولى يا فارس، الجولة الاولى في كلام عن شبهة لمسة يد داخل منطقة الجزاء لنادي الاتحاد قدام الزمالك، ده مرتين. الجولة الاخيرة ما طلعناش اتكلمنا، ما طلعناش عقبنا عليها. تخيل لو اللقطه دي موجوده في مباراه النادي الاهلي من اول الدوري، هيقولوا من اول الدوري بقى دوري مش عارف التحكيم والحاجات اللي بتتقال، زي ما اتقال دوري عامر حسين ودوري ثروت سويلم والدوريات اللي بتتقال دي. واعتقد الايام اثبتت ان الموضوع مختلف تماما، ده حتى الدوري اتاجل يا راجل عشان خاطر فرجاني ساسي. احنا الحمد لله عندنا دورياتنا الحلال اللي هم احنا خلاص عارفين اسبابهم ايه، فدول خلاص ما فيهمش مشكله، انما بقيه الدوريات في نظرهم هيفضل كل حاجه وراها سبب، ودوري حلال ودوري مش حلال، ولكن هيفضل رغم كل ده النادي الاهلي خط احمر في عين منافسيه صعب جدا تتجاوز بطولاته، وفي اعين جمهوره خط احمر صعب جدا يسمح لك المساس بيه. اشوفكم في حلقه جديده، الاهلي خط احمر.